السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. خذ يا عبد الرحمن. من فضل حضرتك، زكاة المال وأنا ينفع أخذ منها ولا لا؟ أو أخويا أو أختي؟ لمن؟ لأبوكي؟ زكاة المال ممكن أوزع منها يعني على مامتي أو أختي أو أخويا؟ إذا كانوا من أهل الاحتياج. شكرا. شكرا لك.